حوايا، هي جايه من كلمه حو، يعني ده التطور الطبيعي. ومساله اللغه مهمه جدا، يمكن ممكن نبقى نعمل لها موضوع خاص بيها. انما اللغه احد ادله امتداد الهويه المصريه من الاف السنين لغايه النهارده موجوده من خلال اللغه. وده يمكن غريب، بعض الناس يستغربوا قوي ازاي ده احنا ما بنتكلمش خالص مصري وملناش علاقه بالمصري. لكن طبعا فيه كلام جديد انه لا، بالعكس، ده في تواصل لغوي كبير جدا بمصر القديمه. طيب، الهويه مهمه جدا، وزي ما في الجمله اللي مكتوبه كده انه التميز الهويه غريزه، يعني كل واحد يحب يعلن عن نفسه، لدرجه انه يقول لك ان الطفل لما بيعيط اول ما بينزل هو بيعلن عن نفسه، هو نوع من الاعلان عن نفسه. ممكن يكون ده صح وممكن يكون مش صح، لكن يعني دي احد المقولات اللي ممكن تخدم الموضوع. وانه كل واحد بيحاول يعبر عن نفسه بتسريحه شعر، بتاتوه زي ما احنا قايلين، بطريقه لبس، يعني بلبس جلابيه عشان اقول انا بشتغل كذا، بلبس افرول عشان انا بشتغل كذا، بلبس بدله عشان، وهكذا. حتى لو ما كانش، يعني مثلا في مهن مطلوب لها لبس معين، يعني الهويه فيها الزاميه، الا انه دي شريحه بسيطه. الشريحه الاكثر انه كل شخص بيعبر عن هويته بطريقته. وكل ما يكون الشخص يعني ماسك قرار نفسه، وده بيبقى عند الشباب قبل ما يرتبط وقبل ما يثقل باعباء المسؤوليه والجواز والاولاد والمش عارف ايه، فبنلاقي التعبير عن النفس والتعبير عن الهويه عند الشاب كل ما يكون لسه حر بيبقى أكتر. ولذلك بنلاقي عند الشباب أنواع كتيرة جدا من التسريحات واللبس الغريب شوية والبناطيل عاملة كده والجزمة، يعني كل ده للتعبير عن هوية خاصة. لأنه الهوية زي ما هي لكل شخص هويته، لكل مجتمع هويته، لكل دولة هويتها، إلى آخره. أهم حاجة في موضوع الهوية إنه الإنسان يعرف هو يعني جه منين. ده السؤال اللي موجود كل الأديان تناولت السؤال ده، يقول لك إحنا أصلنا إيه. كل دين فيه قصة تكوين، في قصة تكوين. نروح في الأديان الطاوية في الصين، حنلاقي لهم قصة تكوين بمعنى نظرة إلى الكون، نشأ إزاي، والبلد اللي هم عايشين فيها اتعملت إزاي. إذا الدين أو الثقافة ما جاوبتش عن هذا السؤال، سؤال الهوية ده الأساسي والأول، بتعتبر نقطة ضعف في المذهب ده أو الدين ده. وبالتالي كل الأديان تقريبا، اليهودية، المسيحية، الإسلام، البوذية، أي دين، سأل السؤال ده وأجاب من وجهة نظره. الدنيا تكونت ازاي، والمجتمع اللي هو فيه اللي بيدعو فيه لدعوته اتكون ازاي. ودايما كل دين او كل مجتمع يعني بيبقى فيه نوع من الثقافه الخاصه والانحياز شويه للمجتمع اللي نشات فيه الثقافه دي. طيب، احنا في الهويه المصريه عندنا قصه تكوين خاصه بينا. يعني مصر عندها قصة تكوين خاصة بها، ولا زينا زي أي حد؟ يعني مش عارف بقى من حسن الحظ ولا مش من حسن الحظ، المهم إنه يكون لمصر نظرة خاصة وإجابة خاصة لمسألة سؤال التكوين. حس ان موقع مصر بالنسبه للعالم القديم اهو
هنلاحظ ان هو تقريبا يعني متوسط، يعني سنتر او البؤره بتاعه العالم القديم، يعني في اوروبا، افريقيا، اسيا، يعني تقريبا السنتر او النقطه الوسط في العالم القديم هنلاقي الموقع بتاع البلد دي. عندنا مقولة شهيرة لهيرودوت يقول إيه؟ عشان حضرتك مهتمة. يعني هيرودوت المقولة الشهيرة بتاعته إيه بقى؟ أيوه بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي، مصر هبة النيل. طيب مصر هبة النيل، يعني النيل يعني مصدر مائي، هل إنه عشان فيه مصدر مائي مياه عذبة، أو زي ما قال الأستاذ جمال إنها جاية من الجنوب للشمال عكس كل الأنهار اللي في العالم، هو ده السبب؟ طيب ما هو فيه مصادر مائية عذبة في أكتر من مكان في العالم، أمريكا فيها عدد كبير من الأنهار، بل إن أكبر نهر في الدنيا اللي هو الأمازون موجود في أمريكا، في أمريكا يعني، والصين فيها أنهار، وآسيا مليء، وروسيا فيها أنهار، والعراق فيها أنهار، وتركيا وأفريقيا، يعني إحنا أفريقيا ما فيهاش النيل بس، ده في وسط وجنوب أفريقيا في أنهار كتير. طب إشمعنى يعني إذن حكاية مصدر مائي مش هي السبب لوحدها؟ لأنه الإنسان مفروض أقدم حاجة بتدل على وجود الإنسان، يعني في مثلا حاجات تقول ان من 4 مليون سنة في جماجم بشر، وكلام تاني انه انسان كينيا الجماجم بتاعته عمرها 2 مليون سنة، وانسان بكين عمره 1 مليون سنة، وانسان اثيوبيا 1 مليون سنة والى اخره، يعني الانسان كانوا موجود من عدد كبير من السنين يكاد يكون ملايين، والانهار موجودة. طب ايه السبب؟ يعني مش لازم يكون انه الحضاره ما تنشأش، مش هو ده السبب الوحيد لنشأة الحضاره، اكيد في اسباب تانية. ده اللي احنا عاوزين نوصل له في قصه التكوين او سفر التكوين الخاص بمصر، عشان ما نخدش كتير في الحته دي، وان كانت حته مهمه جدا، لان ده الاساس اللي بنبني عليه دايما قصة التكوين. نظرة وانت بتعملي ثقافة خاصة أو هوية خاصة، سؤال الهوية الأساسي هو احنا مين، وجينا هنا ازاي، وليه الحتة دي بالذات. طيب اما نبص على مصر كده عشان نجاوب على السؤال اللي اختصره هيرودوت في انه مصر هبة النيل، هنلاقي انه مصر عبارة عن مكان اهوت في شمال، في اقصى شمال شرق افريقيا، كلها صحراء، بلد كلها صحراء، بس في وسط الصحراء في شريط، يعني لو حضرتك راكبة طيارة هيبقى النيل ده عبارة يعني زي سلك كهرباء كده ولا ماسورة مية، يعني حاجة رفيعة خالص في وسط الأصفر اللي هو شعار الحزب اللي هو تقريبا 98% ولا 97% من مساحة مصر كلها صفرة، والنيل شريط رفيع جدا. بس بنشوف حضرتك واحنا جايين، لو راكبين الطيارة وجايين من أسوان مثلا كده، جايين من أسوان للقاهرة، بنشوف المنظر ده اللي هو النيل شريط صغير خالص وحواليه الدنيا صفرة، بس بنلاحظ انه ماشي جنب المصدر المائي ده حاجة، ان في مساحة خضرة صغيرة جنب المية يمين وشمال او شرق وغرب، وبعد المساحة الخضرة دي بنلاقي في حاجة بقى، هي دي يعني بنوصل للتميز هنا، إنه في حاجة زي السور في الغرب وزي السور في الشرق، سلاسل جبلية ممتدة
ممتدة من الشلال اللي هو عند حدودنا في الجنوب، ماشي السلاسل دي تفضل ماشية مستمرة لغاية ما توصل هنا القاهرة عند جبل المقطم، ويمكن بعديه بشوية احنا لما بنروح عند دهشور، ولغاية الهضبة الأهرام دي جزء من السلسلة الجبلية دي. السلسلة الجبلية دي عملت زي ما يكون سور كده، سور وجوه السور من الشرق والغرب جواه شوية الزرع والمية ومصدر المية اللي احنا بنتكلم عنه، المية العذبة اللي هي مية النيل. هو ده تقريبا الأساس لتميز المكان، واللي سماه الراحل العبقري جمال حمدان قال إيه؟ عبقرية المكان. يعني يعني المكان أصبح عبقري. وفي عالمة مصريات فرنسية اللي هي كريستين ديروش نيبلكور قالت إنه ده مكان لا مثيل له في الوجود، إنه الإنسان الصياد، البشر انتوا عارفين طبعا حضراتكم بقى التطور بتاع البشر، كان ممكن الإنسان الصياد ده يفضل عايش لغاية النهاردة وما يتمرش البشرية بمرحلة التطور، لأنه الانتقال لمسألة الحضارة كان عاوز عامل مساعد. العامل المساعد اللي هو بنشوفه في المعادلات الكيميائية، عشان تعملي معادلة كيميائية ويحصل تفاعل، مش عارف نيتروجين زائد أكسجين يساوي إيه عشان نجيب المية، وفي درجة حرارة إيه، ده العامل المساعد، يعني النسب بتاعت وجود العناصر والعامل المساعد، المية، الجو إلى آخره، هو ده اللي بيكمل المعادلة الكيميائية. بدون العوامل المساعدة دي ممكن العناصر دي تفضل زي ما هي وما تتكونش المية. ده اللي حصل هنا، انه الانسان الصياد كان عنده تحديات كبيره جدا في كل العالم. احنا قلنا الانسان موجود من 2 مليون سنه تقريبا، الانسان اللي هو يعني شبه قوي الانسان الحالي، ما حصلش تحضر ولا فيه مظاهر حضاريه في الوجود الا لما بيحصل حاجه معينه في المكان ده من 35,000 سنة. الحاجة دي هي إيه؟ الحاجة دي إنه كان في حاجة اسمها العصر المطير. العصر المطير ده استمر حوالي 100,000 سنة قبل 35,000 سنة دول. أمطار غزيرة مستمرة بلا انقطاع، لدرجة إنها أثرت على مياه البحر، فكان البحر المتوسط ميته بتوصل فين؟ لو حضرتك طلعت المقطم النهاردة هتلاقي فوق المقطم، لما نزلت بعيد عن الأسفلت كده هتلاقي فيه قواقع وفيه محار. وقتي النهاردة لو جيت تحفر جنب بيت ولا يعني على الأرض كده، حتى احنا كنا بنطلع المقطم واحنا قاعدين كده من القهاوي اللي موجودة فوق بنشوف الحاجات دي. فإذا كانت قمة المقطم كانت قاع بحر في العصر المطير ده، أيام العصر المطير كانت دي قاع بحر. ولما نروح الفيوم هنلاقي في حاجة اسمها وادي حيتان، والحيتان احنا عارفين ما بتبقاش موجودة غير في حتة عميقة جدا، يعني المية كانت يعني فوق الفيوم بمثلا بمن 100 متر ولا 150 متر عشان الحوت يقدر يعيش. ثم حصل انه المطر توقف. هو مش معنى انه عصر مطير ان المية حلوة، لما هي المية مية المطر مختلطة بمية البحر فهي مية ملحة. انقطع العصر المطير فبدأت المية ترجع تنحصر، وبدأت تظهر القمم اللي المصري القديم حاول يعبر عن الحكاية دي في نظرته للكون، انه الكون بدأ بإيه؟ بانه فيه قمة ظهرت من المية. وعشان كده في العقيدة المصرية يقول لك انه اصل الكون كله حاجة اسمها النون، المحيط الازلي او المياه الازلية، وبزغ من النون ده قمة، القمة دي مسمها البنبن، والمصري القديم عبر عن البنبن ده بالشكل الهرمي والشكل بتاع المسلة، يعني هو عمل الهرم وعمل المسلة
عشان يحط فوقهم البنبن اللي هو الرمز الديني المهم بتاعه اللي بيلخص كيف بدأ الكون من وجهة نظر المصري القديم. واضح ان هو كان بيعبر عن اللحظة دي اللي هو انحصرت المية وبدأت الأرض تظهر. لا يعني سوري لا 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 يعني بلاش نخلط آه العصور لان الخلط ده هيدخلنا في دايلمه ثانيه. خلينا ناخد السياق اللي هو المصري مصري، لان لو شبكت حياتك الاساطير او القصص اللي موجوده في الاديان الابراهيميه هتلاقي نفسك داخله في حته احنا عايزين ناخد الموضوع بيور مصري مصري ومش نفس العصر كمان بالظبط. لا ما نعرفش هو نفس العصر ولا مش نفس العصر، لان ده بيتكلم في حاجه واحنا بنتكلم في حاجه ثانيه، يعني هنا كلام وهنا كلام. نعم ماشي ماشي. ما هو اصله ده الاساس بتاع الحكايه كلها نشات ازاي. معلش 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 انا يعني شويه طيب احنا في مساله التكوين يا جماعه، باختصار باختصار انه الظروف بتاع المكان ده اللي احنا شايفينه في الصوره ده التميز بتاعها مصدر مائي، مصدر مائي وفي نباتات وفي طيور وفي سمك. الانسان الصياد اللي كان بقى ظروفه صعبه جدا لو قبل المرحلة دي كان ظروفه صعبة جدا، مش قادر يستقر وعايش في حالة انه البشر ضد بعض والبشر ضد الحيوانات والحيوانات كانت مفترسة جدا، فما فيش فرصة للاستقرار لغاية ما نشأ او ظهر المكان ده. فكان المكان ده زي ما يكون الجنة بالنسبة للإنسان الصياد. ليه؟ اللي هيجي يوصل اللي حظه هيبقى كويس طب أنا هاخد بس شوية مية بعد.